بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث على قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ونبين ما يستفاد منها بحسب ما نستطيع. فالآية دليل على أن الكافر لا ينفعه عمل عند الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الصالح لا ينفع إلا مع الإيمان، وأما أعمال الكفار وإن كانت صالحة فإنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تفقد الأساس الذي تنبني عليه وهو الإيمان بالله عز وجل. فمهما فعل الكافر من الإحسان ومن فعل الإحسان فإن ذلك لن ينفعه عند الله عز وجل، لأنه لم يؤسس على أساس صحيح. ويؤخذ من الآية أن الكافر أيضا لا يقبل منه فدية يوم القيامة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ويؤخذ من الآية الكريمة أن الأولاد أو غيرهم من الأقارب لن ينفعوا العبد يوم القيامة ولن ينقذوه من عذاب الله، إنما هذا في الدنيا، فالأولاد والأقارب ينصرون الإنسان في الدنيا، وأما في الآخرة فلا أحد ينفع أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كما أنه يؤخذ من الآية أيضا أنه لا ينتفع الكافر من عمل قريبه المؤمن، ولو كان قريبه مؤمنا وصالحا فإنه لا ينتفع من عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما ذلك خاص بالمؤمنين، فالمؤمنون تنفعهم أعمال أولادهم وأقاربهم وإخوانهم مما جاء الدليل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمؤمن ينفعه دعاء ولده الصالح ودعاء أخيه المؤمن، ينفعه حيا وميتا. أما الكافر فإن ذلك لا ينفعه، بل إن المؤمن منهي أن يستغفر للكافر، كما قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يؤخذ من الآية الكريمة أن من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار ولا نجاة له منها، كما قال سبحانه: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي لا طمع لهم في الخروج من النار، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. ففي الحقيقة أن هذه الآية تضع حداً لتمنيات المتمنين الذين
يثنون على الكفار ويقولون إنهم أصحاب لأن أصحاب إحسان وأصحاب عمل معروف غير ذلك، ويعجبون بأعمالهم ومشاريعهم، فنقول هذه لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنها لم تؤسس على الإيمان بالله ورسوله. وسيأتي ضرب الأمثلة لأعمال الكفار وعدم إغنائها عنهم. وإنما الأعمال الصالحة والمشاريع الخيرية والإحسان إنما ينفع ذلك مع الإيمان بالله ورسوله وتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى مقررا ما جاء في هذه الآية من أنها لا تنفع الكفار أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، قال سبحانه: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله جل وعلا ضرب أمثلة لأعمال الكفار التي يظهر منها الخير أنها لا تنفع، ضرب أمثلة كثيرة، ومنها ما ضربه في هذه الآية، فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح فيها صر أي برد، أصابت حرث قوم أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي، لأن المصائب إنما تحصل بسبب المعاصي، فأهلكته فهم تعبوا فيه وحاولوا في أن ينفعهم هذا الزرع ويرجون ثمرته وفائدته، فبينما هم كذلك أرسل الله عليه سبحانه وتعالى هذه الريح الباردة فيها صر أي برد شديد، وقيل فيها نار، فأهلكت هذا الزرع بعد تعبهم ورجائهم لثمرته. ثم قال سبحانه: وما ظلمهم الله، أي أن ما أصابهم ليس إلا من قبل أنفسهم وظلمهم لأنفسهم بالمعاصي والكفر، فإنما أصابهم إنما هو بكفرهم وفسقهم وظلمهم لأنفسهم، فهذا فيه أن ما يصيب الإنسان من ما يكره فإنما ذلك بسبب من قبل نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه وأن يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتكون المصيبة خيرا له. وأما الكافر إنما تكون المصيبة هلاكا له الدنيا والآخرة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.